عشرة، وهي عن ألفاظ العقود، وألفاظ العقود من 20 إلى 90، من 20 إلى 90، يعني 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90. حكم هذه الأعداد تعرب على حسب موقعها في الجملة، إعراب جمع المذكر السالم رفعا بالواو ونصبا وجرا بالياء، لأنها تعد من ملحقات جمع المذكر السالم، كما في قوله تعالى مثلا: وعدنا موسى 30 ليلة فتم ميقات ربه 40 ليلة. في قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون فاغلبوا 200، فوردت كلمة 20، وردت كلمة 30، وردت كلمة 40. هذه أمثلة على ألفاظ العقود. تحتاج ألفاظ العقود إلى تمييز مفرد منصوب. نوع التمييز الذي يأتي بعد ألفاظ العقود يكون مفردا منصوبا، يكون مفردا منصوبا. أقول: اشتريت 30 كتابا، قرأت 40 حديثا. إذا نعت تمييز هذه الأعداد كان له حكم النعت لتمييز الأعداد المركبة والأعداد المعطوفة، وجواز أن يكون هذا النعت مفردا مراعاة لللفظ، لفظ المنعوت، أو يكون جمعا مراعاة لمعناه. أقول مثلا: في المدرسة 20 طالبا ذكيا أو أذكياء، فيجوز أن أنا آتي بالنعت مفردا كما في التمييز، أو جمعا، أو جمعا مراعاة للمعنى، مراعاة للمعنى. لا يجوز إلحاق علامة تأنيث بألفاظ العقود، لا يجوز إلحاق علامة التأنيث بألفاظ العقود، سواء كان المعدود هو التمييز مذكرا أم مؤنثا، وذلك لأن هذه الأعداد ملحقة بجمع المذكر السالم، فلا بد من ملازمة علامتي جمع المذكر السالم لها دائما. أقول مثلا: نجح عشرون طالبا ونجح 30 طالبا. لفظ العقود لا يتغير مطلقا سواء كان المعدود مذكرا أو مؤنثا. طيب، هل يمكن أن يصاغ الأعداد التي على وزن فاعل منها؟ يجوز اشتقاق صيغة فاعل من الأعداد، من الأعداد. أنا أتكلم طبعا على الأعداد المفردة، أتحدث عن الأعداد المفردة. هل يجوز صياغة أعداد أو صياغة وزن فاعل من الأعداد المفردة؟ هل يجوز صياغة فاعل من الأعداد؟ يجوز صياغة فاعل من الأعداد سواء المفردة أو المركبة أو المعطوفة. فحينما نتحدث عن صياغة فاعل من الأعداد المفردة أقول: ثالث، رابع، خامس. من الأعداد المركبة: 14، 15 إلى آخره. من الأعداد المعطوفة: 25، 26 إلى آخره. فحينما نتحدث عن اشتقاق صيغة فاعل من الأعداد المفردة يقصد باستخدام الأعداد على هذه الصيغة الاتصاف بمعنى العدد، فيقال: هذا رابع أو خامس أو سادس، فيكون المراد أنه موصوف بهذه الصفة وهو كونه رابعا أو خامسا أو سادسا. وفي المؤنث أقول: هذه ثالثة أو رابعة أو خامسة، للدلالة على نفس المعنى السابق. وحكم صيغة فاعل مع الأعداد السابقة هو الإعراب بالحركات الظاهرة على حسب موقعها في الجملة، على حسب موقعها في الجملة، ومطابقة الصيغة في التذكير والتأنيث لما تدل عليه. وقد تضاف صيغة فاعل إلى العدد الذي اشتقت منه للدلالة على أن فاعلا هو جزء من العدد الأصلي. أقول: ثاني اثنين، ثالث ثلاثة. فهذه الصيغة اللي هي صيغة فاعل تدل على اتصاف العدد وعلى أنها جزء منه. وحكم هذه الصيغة هو إعرابها على حسب موقعها في الجملة بالحركات الظاهرة. طيب، اشتقاق صيغة
فاعل من الأعداد المركبة من 11 إلى 19. يكون الهدف من اشتقاق العدد على وزن فاعل في الأعداد المركبة هو الاتصاف بمعنى العدد مقيدا بملازمة العشرة، فيقال هذا اليوم 11 من الشهر، وهذه الليلة 14 منه. وحكم هذا النوع وجوب فتح الجزئين معا ويكونان في محل رفع أو نصب أو جر على حسب موقعهما في الجملة. إذن حكم العدد، حكم فاعل المصاغ من الأعداد المركبة يختلف عن حكم فاعل المصاغ من الأعداد المفردة. فاعل المصاغ من الأعداد المفردة كان معربا، يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا على حسب موقعه. أما فاعل من الأعداد المركبة يكون مبنيا على فتح الجزئين مع مطابقة الجزئين لمدلولهما تذكيرا أو تأنيثا. أقول مثلا سأشتري الكتاب 17، نلاحظ أن 17 مبنيان على فتح الجزئين وأنهم مذكران، مذكران لأن الكتاب مذكر. اشتقاق صيغة فاعل من الأعداد المعطوفة، يجوز اشتقاق صيغة فاعل من الأعداد المعطوفة، يقال الواحد والعشرون والحادي والعشرون والواحدة والعشرون والحادية والعشرون والثاني والأربعون إلى آخره. وحكم هذا النوع وجوب تقديم صيغة فاعل وهي المعطوف عليها، والمعطوف عليه يطابق ما يدل عليه في التذكير والتأنيث. فنقول هذا المتسابق 54، هذه المتسابقة 54. ويعرب العدد الذي على وزن فاعل حسب موقعه في الجملة بالحركات، ويتبعه المعطوف في الإعراب رفعا ونصبا وجرا. تعريف العدد بأل ليس لتعريف العدد بأل أحكام خاصة، فهذه الأداة تدخل على أول العدد عند تعريفه مثل دخولها على سائر الأسماء عند تعريفها، سواء في العدد الذي يكون من الفضل العقود مثل اشتريت 20 كتابا، أو إذا كان من الأعداد المركبة مثل اشتريت 13 كتابا، أو من الأعداد المعطوفة اشتريت 33 كتابا إلى آخره. هناك كنايات للعدد، منها كم، منها كذا، بضع، زيد إلى آخره، وكلها مبنية بناء لازما ما عدا بضع ونيف، فهما معربتان. طيب إذا تحدثنا عن كم، نقول إن كم لها قسمان، استفهامية وخبرية. الاستفهامية اسم كناية مبني على السكون يستفهم به عن عدد المجهول الجنس والمقدار يراد تعيينه، نحو كم برتقالة أكلت، كم قلما اشتريت. تحتاج كم الاستفهامية إلى جواب، ويكون جوابها بتعيين العدد المستفهم عنه. يكون لها الصدارة كبقية أسماء الاستفهام، فلا يعمل فيها ما قبلها إلا إذا كان مضافا أو حرف جر، نحو ورقة كم طالب صححت، وعمل كم يوم أنجزت، بكم ريال ابتعت الكتاب. وفي هذه الحالة يكون في تمييزها، يجوز في تمييزها أن يجر بمن مضمرة، بمن المضمرة، والأفصح النصب. تعرب كم الاستفهامية حسب ما تستفهم عنه، إذا استفهم بها على المفعول المطلق كانت في محل نصب على المفعولين المطلقة. أقول مثلا كم جولة جلت، كم طواف طفت. إذا استفهم بها على المفعول به وكان الفعل متعديا ولم يستوفي مفعوله وكانت في محل نصب مفعولا به، نحو كم قلما اشتريت، كم صفحة قرأت. إذا استفهم بها عن المفعول فيه كانت في محل نصب على الظرفية الزمنية، نحو كم ساعة مكث، وكم يوما استمرت الرحلة. إذا استفهم بها عن خبر الفعل الناقص كانت في محل نصب خبر، نحو كم قلما كانت أقلامك، كم ريالا كانت نقودك. وإذا سبقها حرف جر أو مضاف كانت في محل جر، نحو بكم دينار اشتريت المنزل، أو عمل كم طالب أنجزت،
وتأتي في محل رفع، وتأتي في محل رفع خبر مقدم والمبتدأ يكون مؤخرا. أقول مثلا، وحينئذ طبعا يحذف تمييزها، أقول مثلا كم نقودك، كم نقودك، فكم في محل رفع خبر مقدم ونقود مبتدأ مؤخر. أيضا نتحدث عن كم الخبرية، وهي تفيد الكثرة ولا تحتاج إلى جواب. كم معركة خاضها المسلمون، تعرب كم الخبرية إعراب، كم استفهامية يكون تمييزها مفردا وهو الأكثر والأبلغ، أو جمعا نكرة مجرورا بإضافتها إليه أو بحرف الجر، من نحو كم طالب يتوجه إلى المدارس الصباح، صباح كل يوم، صباح كل يوم. كم من طالب يرتاد المكتبة، وكم طلاب يرتادونها. وقد تأتي كم الخبرية للتفاخر، كان أقول مثلا كم كتاب قرأت، والتقدير قرأت كتبا، قرأت كتبا كثيرة. نستطيع أن نضع أسئلة كثيرة على هذه المحاضرة، وأسئلة متنوعة، منها مثلا أقول صغ فاعل من الأعداد الآتية، وآتي بمجموع الأعداد 3 و4، مثلا 13 و15 و21 إلى آخره. أستطيع أن أضع أسئلة، اختر الإجابة، أقول اختر الإجابة الصحيحة، وآتي مثلا بجملة بها لفظ من ألفاظ العقود، وأقول تمييزه يكون مثلا مفردا منصوبا، ولا مفردا مجرورا، ولا جمعا مجرورا إلى آخره. الأسئلة كثيرة ونستطيع أن نعدد منها. أستطيع أن نقول مثلا مثل على عدد صيغة منه فاعل من الأعداد، أو أقول مثلا مثل، أو أقول هات أمثلة على أعداد صيغة منها فاعل، أو مثلا ما حكم تعريف العدد بأل، ولما أقول ما حكم تعريف العدد بأل أستطيع أن أحدد السؤال، إما أقول العدد ما حكم تعريف العدد المركب بأل، أو ما حكم تعريف العدد المعطوف بأل، أو أجعل السؤال يعني مطلقا على أساس يشمل كل أنواع الأعداد. أستطيع أيضا أضع سؤالا على إعراب كم الاستفهامية أو إعراب كم الخبرية، سواء كان هذا السؤال بطريقة اختر إجابة، أو بطريقة أكمل الفراغات، أو بطريقة ضع صح أو خطأ إلى آخره من الأسئلة المتنوعة. هذا وبالله التوفيق، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.